تدري انك لما تسيف عشان تشتري اوب واخوياك يطلعون باي انت سبب خسارة ذاك الراوند؟ تبغى تعرف ليش؟ تابع المقطع. السلام عليكم، يلا حي الشباب، كيف الحال؟ طيبين؟ رجعنا بمقطع جديد في سلسلة فالو تيبس. تفاعلكم في المقاطع اللي راحت في سلسلة فالو تيبس عطتنا دافع ان احنا نكمل في السلسلة. اليوم ان شاء الله بنتكلم عن كيف انك تسيف ومتى تشتري ومتى تكمل بونس، يعني باختصار كيف تضبط الميزانية عندك في اللعبة بالعربي الفصيح، تمام؟ لا وصيكم في الدعم، اللايك، السب، الامور الطيبة هذه اللي تخلينا نكمل ان شاء الله معكم. طيب يا عيال، الحين كيف انت تحسب او تعرف الميزانية او الاكونومي في اللعبة ماشي، تمام؟ بشرح لكم اياها حبة حبة بشكل واضح وبسيط. هي ما انت ملزوم انك تعرفها بشكل كبير وتحفظها، هي مع الوقت متعود عليها، بس خذها بعين الاعتبار علشان ايش؟ تكون عارف كيف تضبط الايكونومي عندك. كلمة ايكونومي يا عيالي انا بذكرها واجد في اللعبة، يعني ايش؟ اللي هي الكريدت عندك، الفلوس، متى تشتري، متى تسيف، متى تكمل بنفس وهكذا. فايكونومي يعني الكريدت او الميزانية في اللعبة. الان حط بعين الاعتبار يا شباب، اذا انهزمتوا اول راوند تنهزمه في اللعبة ومت في الراوند هذا، انهزمت ومت تاخذ 1900، جا الراوند اللي بعده انهزمت تاخذ زيادة ومت، مو بس تنهزم وتعيش، لا تموت، 2400. الراوند اللي بعد اذا انهزمت ورا بعض تاخذ كم؟ 2900، وتستمر 2900 لما تفوز. اذا فزت تاخذ 3000، هذا شيء ثابت، الفوز ب 3000، تمام؟ على كل في اللعبه خسران فايز تاخذ 200، 200 بس، حلوين؟ تمام، الى الان ماشيين مع بعض. وبرضه السبايك، اذا زرعت السبايك كم يعطيك؟ 300، هذه حسبتهم هم. وحط بعين الاعتبار، جيت تسيف سواء كنت اتاك او ديفنت، مهما كان راح يعطيك 1000، دامك عايش ومعك جن وما مت راح تاخذ 1000، ما راح تاخذ فلوس الراوند كامله. طيب الحين يا عيال انا بشرح لكم كأنه جيم طبيعي، متى تشتري، متى ما تشتري، وين الصح وين الغلط. الان انا اول راوند في اللعبه، الوقت قاعد يمشي، الباي فيز موجود الان قدامي، انا معي 800. اول راوند سواء كنت جد ايا كانت الشخصيه حقتك، اول راوند طبيعي ما تقدر تقول بروح شيلد بس عشان نكست بطلع جاردين اذا فزت راوند، لا هي ما هي كذا. باي راوند اطلع فل باي قد ما تقدر، معك 800 كريدت روح شيلد، اب درافت، سموك، اي شيء، لا تسيف شيء، قد ما تقدر اشتري يوتل، اشتري جن. البست راوند مهم، لانك اذا فزت البستل تدخل في مرحله الراوند اللي بعده اللي هي بتكون ايش؟ باي راوند لك، اللي ضدك مهزومين بيطلعون سيف عشان يشتغلون الراوند اللي بعده، فانك في البدايه اول راوند ما اصلا نادرا ما حد يسويها، لكن للتنويه وللتنبيه ال 800 اللي تجيك اول راوند في البست راوند الاول لا تسيف شيء، قد ما تقدر اشتغل يوتل، جن، شرف، جوست، شيلد، لا تبقي شيء. طيب الحين الراوند الثاني، اذا انت مهزوم او خسرت راوند او فزت راوند، ايش المفروض انك تسوي؟ طبعا انا الان خسران الراوند زي ما تشوفون 1-0، انا الان عندي حلين، يا اني اسيف يا اني اطلع فورس، تمام؟ حل الفورس يكون نادرا يعني صح وانت خسران اول بست راوند، فالمفروض انك الان تسيف الاصح، الا اذا كان بينكم تفاهم معين، الاصح دائما خلينا نقول 80% او 90% هي نسبه عاليه انك المفروض انك تسيف عشان الراوند اللي بعده تطلع باي، تمام؟ الطبيعي الان انك تسيف، هذا الراوند الثاني، انهزمت البستل سكند راوند اللي ضدك طالعين باي، انت العب سيف عشان تضمن انك تطلع فاندل او فانتوم مع فول شيلد الراوند اللي بعده، هذا بالنسبه للراوند الثاني اذا انت مهزوم. اذا انت فايز في البستل تطلع فول باي، سواء كان فانتوم هاف شيلد، سبكتر فول شيلد، اللي تقدر عليه على حسب شخصيتك. كنت دولست يهم الشيلد مع الجن اطلع، ما يهم اليوتل، اهم شيء الداش. كنت انيشيتر اطلع هاف شيلد، اطلع فول يوتل، على حسب شخصيتك وستايل لعبك. تطلع باي ما تسيف مره، ما حد فيكم يسيف بتاتا، كلكم مع بعض، اللي ضدكم معهم بستلات، حرام اني انا اصير زي بستل، ليش اخلي الفايت 50-50؟ اطلع باي مع اخوياي اضمن الراوند هذا بكل سهوله. كثير لعيبه جت او خلينا نقول يلعبون اوب يسوون ذي الحركه، وانا بشرح الصح والغلط فيها. الان انا جت اتاك، فزت راوند، فزت راوند البستل، الان انا اتاك، جت اتاك، انا اللي بسوي سبيس، اخوياي سكند راوند زي ما قلت لكم الافضل 90% يطلعون فول باي، صح؟ وطبيعي فايز راوند ليش سيف؟ لكن يجيك جت بلاير او اوب بلاير يقول ايش؟ ابى اكمل شرف يا عيال، ابغى سيف حق اوب، تمام؟ طب انت جت انت اتاك، ليش سيف حق اوب؟ مثلا مثال، واخوياك طلعوا باي، انت هنا تضرب 1000 حساب، ان لو راح الراوند انت السبب، لو كان معك جن يمكن شلت 1-2، ويمكن تفوز الراوند تطلع اوب، صح؟ بس انت تلعب على المضمون اكثر، مو انه غلط 100% انك تسيف تكمل شرف او جوست ثالث راوند تطلع اوب، لكن افرض انك انت سيفت عشان تطلع اوب وخسرت الراوند، الراوند الجاي بتطلع اوب واخوياك يلعبون سيف لانهم خسروا الباي راوند حقهم اللي هو ثاني راوند، واللي ضدك كلهم كانوا كلاسيك او فاجئوكم طلعوا باي، اها هنا بتندم. فالاوب له وقتها انا اشوف، وخاصه انت الان اتاك، لو كنت ديفنت برضو تضرب لها 1000 حساب، هل يسوى ولا ما يسوى؟ هل انا احتاج الاوب بدري ولا ما احتاجه؟ حتى لو كنت لعيب اوب تضمن اخوياك يكون عندكم ستايل معين في اللعب، لكن الاصح انك ما تطلع اوب من وجهه نظري انا شلبي، انك ما تسيف حق اوب دائما، ثاني راوند تطلع باي مع اخوياك. الحالات اللي انا اشوف جت ممكن يسيف فيها حق اوب اذا فازوا ورا بعض راوندات كثيره او صار معه الت، بيجيب الالت ثالث رابع راوند، صح؟ في ذا راوند اللي بيكون معك فيه الت انت بتسيف،
لكن في حالة واحدة ان معك ألت واخوياك يحتاجون باي تشتري لهم باي، ما تقول بسيف حق ابي عيال كملوا ايكو. لكن النصيحة اللي ابغى اعتمدها انك تشتري ثاني راوند مهما كلف الموضوع. نظام انا بسيف حق اب انا اشوفها 90% انك قاعد تترول الراوند للي ضدك، يمديكم الخمسة كلكم تطلعون باي وما حد منكم يموت، الاب لاحق عليه له وقته. طيب الحين يا عيال ثالث راوند دخلنا، فايزين انتم في البيست راوند. الراوند اللي بعده طلعتوا فورس، يعني طلعتوا قد ما تقدرون سبكترات فول شيلد فانتوم هاف شيلد. في الراوند الثاني كان اللي ضدكم في الراوند الثاني ايكو. ايش معنات ايكو؟ انهم ما فرسوا، خسرانين في البستل، جاء الراوند الثاني انتم طلعتوا فورس، هم راحوا ايكو سيفوا. ايش معنات ايكو؟ انك ايش ما تشتري شيء مره عشان يضمن الراوند اللي بعده هو يشتري فاندل. جاء الراوند الثالث الان بعد ما فزتوا انتم باي حقكم اللي هو الراوند الثاني. الراوند الثالث الان ايش بتسوون انتم؟ الطبيعي تكملون بونس. ايش معنات بونس؟ انك تكمل على نفس الاسلحه اللي معك، ما تسوي ابجريد، ما ترمي سبكتر. خويك مثلا مات اربع عشته واحد مات من اخوياك، طلع معك لسك، ما تعطي سبكتر تروح عند فاندل تسوي ابجريد، لا اعطوه شرف جوست اي شيء خليه يكمل كلاسيك، يضمن انه اذا خلص ذا راوند البونس الراوند اللي بعده كلكم تشترون فاندل تكملون بونس. بونس يعني انك تكمل بنفس القني اللي كان معك من الراوند اللي راح، هذا بونس راوند، هذا المسمى حق البونس. طيب دخلنا راوند هذا، احنا بونس اللي ضدنا ثالث راوند طالعين فاندلز، الطبيعي واغلب الوقت انه عندهم الادفانتج. طيب فاز راوند، انا عايش، انا جت اخوياي ماتوا اللي ضدي عايشين، فاز راوند، عندي انا خمس ثواني الان اني اسيف السبكتر اللي معي او اني اموت. تكلمنا عنها في بدايه الجيم او بدايه المقطع اللي هي ايش؟ انك اذا مت بتاخذ اول خساره لك 1900، وخلنا نقول هذه اول خساره لك كنت معك سبكتر، هل اسيف سبكتر واخذ 1000 لان معي جن ولا اموت واخذ 1900؟ الطبيعي انك تروح تموت، سبكتر اللي معك مو فاندل ولا اوب ولا اودن، الا اذا كان فانتوم ولا فاندل لا ارجع، فانت صاحب القرارين، فالطبيعي انك تروح تذبح نفسك عشان الراوند اللي بعده ما تكمل سبكتر تطلع مع اخوياك فاندل. هذا البونس راوند حقكم اللي خسرته، وطبيعي انك تخسر عادي، 70 80% الناس يخسرون البونس. طيب دخلت في مجريات الجيم، وصلتوا الهاف الاول بيخلص او انتم في راوند الرابع الخامس السادس. هذه نصيحه الكل لازم يمشي عليها، تكلمنا عن الكريدت اللي يجيك اذا مت اول مره، خسرت اول مره، ثاني مره، ثالث مره، فانت الان عندك الحسبه، فزت راوند الاول، راوند الثاني، راوند الثالث، راوند الرابع، اللي ضدك قاعدين يخسرون بشكل كبير، انت عندك ايكونومي جامد، ما يحتاج انك تطمع تدور كلات، زرعت سبايك، انت اتاك، سويت بلانت، بقى واحد عايش بيموت من سبايك، تروح تلحقه تعطونه بك بكين، هو اصلا كسبان، فدائما تحسبها صح، هل يسوى اني اطمع ادور كلات وموت بعد ما اجيب على القتله 200 ولا اني اعيش وسيف قني؟ بالمنطق انت ماشي فوز، فما يحتاج انك دائما تطمع الا اذا عندك ماكس ماني مره اذا انت فايز. اذا انت خسران قد ما تقدر العب انت تيمك صح، اذا تبغون تضبطون الايكونومي لا حد يخرب عليكم الايكونومي. انا خسران انا بسيف ذا راوند، ما يطلع واحد يتفلسف يقول انا بشتري ذا راوند، اذا بتسيفون سيفوا سوا، اذا بتشترون اشتروا سوا، اذا بتروحون هاف باي اطلعوا سوا. ايش الهاف باي؟ يمكن ما شرحته، هو طبيعي انك بالامكان تطلع شرف مع شيلد، ستنجر مع شيلد، هاف سبكتر مع شيلد، بس ايش تضمن؟ انك حتى لو خسرت ذا راوند وانطلع هاف باي عندك باي نيكست، ما يحتاج انك ما تشتري شيء مره، لا فهمت علي؟ دائما خلي بعين الاعتبار 4000، اشوف على اليسار نيكست 4000 حلوين؟ الان معي 2050، لو اشتري ما اقدر اشتري ولا شيء راوند الجاي، بالكثير هاف شيلد وشرف، انا اسيف حتى 2050 ما توكلني عيش، 4000 لازم يكون، فالمقصد اذا بتسيفون سيفوا مع بعض عشان كلكم تطلعون باي نيكست، واذا بتطلعون باي باي مع بعض، لا احد يخرب ويبعص الايكونومي او يحوس الطبخه كلها معكم، اثنين يطلعون باي ثلاثه يسيفون، نيكست راوند ثلاثه يطلعون باي اثنين يسيفون. اللعبه لعبه فالورانت تيم بلاي، حتى بالشراء، حتى بالايكو، حتى بالفورس، حتى في الباي، تيم بلاي في كل شيء، فيكون في تفاهم. طيب يا عيال الحين أبعطيكم نصائح بشكل سريع ومهم بتفيدك إذا بتمشي عليها، ما أنت ملزوم فيها لكن بتفيدك إن شاء الله. دائما على حسب الأجنت اللي أنت تلعب فيه اعرف وش المهم، أروح فول شيلد بدون يوتل ولا هاف شيلد مع يوتل، على حسب الأجنت اللي تلعب فيه، ذا الشيء بيفرق معك. إنيشيتر ما يحتاج أتكلم، سموك ما يحتاج أتكلم، يوتل تاخذ سموك واحد فول شيلد وأنت سموكر وثم ليش نخسر؟ دولست ما في إشكال، أهم شيء الداش دبل ساتشل والامور هذه اللي تعطي سبيس، فاعرف ايش المهم دائما لك ولتيمك، ايش اللي مهم تشتري واللي ما تشتري. ثاني نصيحه تقدر انك اذا ضغطت تاب تشوف الفلوس اللي ضدك هل هم يسيفون ذا راوند ولا بيطلعون باي، فايش ذا الشيء تقدر تبني عليه؟ تقدر تبني عليه ايش تقدر انك تسوي ذا راوند؟ ضدي ايكو خلاص انا عرفت اللي ضدي بيطلعون ايكو ذا راوند، اقدر ابني بلانات على ذا الشيء، اتجنب الاماكن الضيقه، اتجنب الاماكن اللي ممكن يكون فيها شورتي، ممكن يلعبون في السموكات، ابني احتمالات انهم ايكو اقدر اتصرف على ذا الموال. موضوع سهل جدا يعني ذا الشيء ترى يقلب راوندات يقلب اقيام، في بعض الناس ما يدرون اذا اللي ضده طالع فورس ولا هاف باي ولا فول باي ولا ايكو، فالتاب يبين لك وتقدر تبني عليها بلانات معينه. ثالث نصيحه يا عيال ليش انك ما تشتري
فول شيلد اذا انت مثلا زي ما انا طالعكم الان قدامكم 125 شيلدي ما يحتاج اطلع فول شيلد. الراوند اللي بعده حتى لو بتطلع ايكو ما يحتاج انك تطلع بس بيستل، تقدر تروح سبكتر فول شيلد، سبكتر هاف شيلد، والراوند اللي بعده تشتري فانتوم ولا فاندل حتى لو خسرت. فدائما انك تكمل على الهاف شيلد من غير ما تاخذ فول شيلد مع فانتوم او فاندل، تضبط الاكونومي عندك الهاف كامل سواء كنت اتاك ولا ديفنت. الراوند اللي بعده يمكن تطلع فاندل مع هاف شيلد، او انك تطلع سبكتر مع هاف شيت، اللي بعده تطلع فاندل مع هاف شيت، اللي بعده تطلع سبكتر. طبعا هذه مع الوقت بتتعلمها باذن الله، بس خلها بعين الاعتبار يا عيال. في النهايه قبل اختم المقطع قاعد اوصل لكم الشيء من خبرتي ومنظوري في اللعبه، ان شاء الله انكم استفدتوا وبتستفيدون ان شاء الله. كلامكم الطيب اللي ينقال في الكومنتات يتعلق في المقطع، مقاطع جايه في سلسله غير يهم ويفرق كثير معنا. ترى انا ما نخلي شيء، كل شيء نقراه. اكتبوا لنا رايكم عن الاشياء اللي تكلمنا عنها اليوم، واذا عندكم افكار للمستقبل وذكرت شيء في بدايه المقطع ده لا تحرمونا منها. لا تنسون ان اي شيء انا قاعد اتكلم عنه من خبرتي الخاصه اذا ما اقتنعت فيه 100% ما لومك، الشيء ذا يبقى يرجع لك. ممكن تحصل صانع محتوى غيري يبين لك العلم ذا بشيء يناسبك اكثر. اذا ناسبك وجاز لك وفهمت منه لو الحاجه البسيطه، دف لاخوياك، دف للناس اللي يعشقون اللعبه مثل ما انت عشقها وتشوف المقطع ذا. ان شاء الله انكم استمتعتوا، نراكم في المقاطع الجايه ان شاء الله.